بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفة يسيرة أيها الأحبة مع حديث قدسي عظيم رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. الوقفة أيها الأحبة مع مقدمة هذا الحديث، وهو قوله سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي. هذا المعنى أيها الأحبة قد تكرر ذكره في القرآن والسنة كثيرا، فقد قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ربنا جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، وقال ربنا جل وعلا: وما ظلمناهم، إلى آخر الآيات التي أتت في تقرير مثل هذا المعنى. وهذا المعنى بحمد الله متقرر عند المؤمنين، وبه نعلم أن ما يقوله بعض الناس أحيانا إذا حصل بينه وبين أهل الخصومة فقال ظلمك الله كما ظلمتني، أن هذا من المنكر من القول، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقوله، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، فكيف تقول ظلمك الله كما ظلمتني؟ أو يقول بعض الناس غدر الله بك كما غدرت بي، أيضا هذا من القول المنكر. طيب أيها الأحبة، أحكام الله سبحانه وتعالى نوعان: أحكام قدرية كونية وأحكام شرعية، وكلا النوعين منزهان عن الظلم. وأحكام الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية هي أقداره سبحانه وتعالى أيا كانت، يعني سواء كانت من الخير الذي نحسبه أو من الشر الذي نحسبه كذلك. وإذا تأمل الإنسان في أقدار الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعلم كيف أنها عدل كلها وليس فيها ظلم، فإنه ينبغي عليه مراعاة أمرين. الأمر الأول أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق، ليس عليه حق سبحانه وتعالى لأحد بأن يعيشه العيشة المعينة الفلانية، يعني ليس له سبحانه وتعالى عهد على عباده أن يعيشهم كلهم أغنياء ولا كلهم أصحاء ولا كلهم على مناصب معينة، فإن هذا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه كما هو معروف، وإنما أوجب على نفسه بأن يدخل الجنة من مات وهو موحد، ولم يوجب على نفسه أن يعيش عباده عيشة معينة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن في مواضع كثيرة بأنه إذا أعطى أحدا فلا يعني هذا الإعطاء الإكرام، وإذا منع أحدا فلا يعني هذا المنع الإهانة، كما قال ربنا جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيش أكرما. طيب هل هذا صحيح؟ ننظر. قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. طيب هل هذا صحيح؟ ما الآية التي بعدها؟ ما الآية التي بعدها؟ قال: كلا كلا، يعني ليس كما يظن الإنسان بأني إذا أعطيته فقد أكرمته وإذا منعته فقد أهنته، كلا. والدليل على هذا في أقدار الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأنبياء والصالحين من عباده هم أطيب أو هم أكثر الناس عيشا في رفاهية في الدنيا، ولكنهم سيكونون كذلك في الآخرة، يعني سيكون حظهم في الآخرة من النعيم أكبر من حظ غيرهم، والعكس بالعكس. ولهذا فإذا أنت تأملت في أقدار الله سبحانه وتعالى ونظرت فيها بهذين الأمرين، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما أوجب على نفسه لأحد حقا بأن يجعله يعيش عيشة معينة في هذه الدنيا، كلا. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ما جعل النعم التي يعطيها أحدا في هذه الحياة الدنيا أو المنع، ما جعل هذا إكراما وهذا إهانة، وإنما إكرامك وإهانتك بالتوفيق إلى الطاعة أو بالحرمان منها، فإن هذا هو الإكرام الحقيقي أو الإهانة الحقيقية. الأمر الثاني أيها الأحبة، أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية،
وهي الأحكام التي نعرفها المحرم والواجب وما دونهما من المكروه أو المستحب أو المباح، وهي كذلك كلها عدل ليس فيها ظلم، حتى وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل فيها لطائفة من الناس ما لم يجعل لطائفة أخرى، كما جعل مثلا يعني في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أو نحو ذلك. لكن إذا أردنا كذلك أن نعلم كيف أن الأحكام الشرعية أيضا لا تشتمل على ظلم أبدا، فإننا ننظر أيضا إلى حكمها من طريقين. الطريق الأول أن ننظر إليها بأنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذه الأحكام حتى ينظر من يطيعه فيجازيه بالحسنى، ومن يعترض على هذه الأحكام فيجازيه عياذا بالله بالنار. فالتسليم في العبادات هذا شرط مهم، يعني من أخص صفات المؤمنين أنهم يقولون كل من عند ربنا، صح ولا لا؟ وأن المؤمن كذلك إذا أشكل عليهم الأمر فإنهم يسلمون تسليما. ذكر الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأخص صفات المؤمنين التسليم المطلق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل هذه العبادات أو المحرمات ليس فيها حكمة إلا فقط ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان؟ كلا، بل مصالح الناس في الدنيا والآخرة قائمة على هذه الأحكام الشرعية، فإن هذه الأحكام الشرعية فيها قيام مصالح الروح ومصالح الجسد. هذه الصلاة التي صليناها يعني قبل قليل، من حرمها من صنوف الكفار فإنهم ابتدعوا بدعا من عندهم فيها قدر من الشرك، قالوا اصنع رياضات معينة حتى تريح هذه الروح. طيب، هذه الصلاة تقوم بمثل ما تريدون أنتم وزيادة بأضعاف مضاعفة، لأنها من لدى الحكيم الخبير، ولأنها علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فهذا قيام من الصلاة بحق الروح. ثم ما في العبادات الأخرى من القيام في الحقوق البدنية أو حقوق الناس الذين من حولك فهي ظاهرة، مثل الزكاة مثلا أو نحو ذلك. ولهذا فإن الأحكام الشرعية تشتمل في النظر الأعلى لها على حكمتين كبيرتين، الأولى الابتلاء، والثانية أن فيها مصالح الناس. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أن بعض الناس يقول الأحكام الشرعية هي فقط ابتلاء وامتحان، قال وهذا من أكبر غلط، فإن الأحكام الشرعية إنما شرعت لأن فيها مصالح الناس البدنية والروحية، ولا تستقيم للناس حياة تامة إلا إذا قاموا بهذه العبادات سواء كانت بدنية أو كانت روحية. وأختم أيها الأحبة بكلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، فإنه قال إن الناس وإن كانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه، إلا أن أغلب الناس إذا أتت أفراد الامتحانات فإنهم قد يقع في قلوبهم شيء من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى قدر علي كذا وفلان، كيف أن الله سبحانه وتعالى قد قدر علي في الرزق ووسع على فلان. قال وهذا حتى لو لم يقولوه بألسنتهم فإن كثير منهم يقولونه بقلوبهم، تجد في قلوبهم شيئا من الاعتراض عند المقارنة. قال رحمه الله تعالى وفتش عن نفسك فقد تجد فيها شيئا من ذلك. قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجيا. فالإنسان يحرص أن يراجع ما استقر في قلبه من الإيمان بأسم الله سبحانه وتعالى وصفاته حتى تكون على ما يريد الله سبحانه وتعالى من الإيمان، حتى يكون إيمانك بأسم الله وصفاته على الوجه الأكمل، وليس على الإيمان الذي قد يقع من عامة الناس ممن عندهم شيء من الظلم أو من الجهل، وإنما يؤمن الإنسان بما جاء الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات على ما أراده سبحانه وتعالى، ومنها أنه نفى الظلم عن نفسه. فالظلم منفي عن الله سبحانه وتعالى نفيا تاما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا راسخا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.